اقفال الاحزاب المخالفه للقانون، وتوزعت هذه العقوبات بين الغرامه الماليه، بين الحبس، بين حبل الحزب وحرمان المشاركه بالعمليه السياسيه. النقطه الاخرى، تتمتع الاحزاب بمساحه واسعه من الحريه كالاجتماع وحق التظاهر واصدار المجله الى اخره. اما النقاط السلبيه التي تؤشر على قانون الاحزاب والتي من الممكن ان تطرح للتعديل مستقبلا. النقطه الاولى، أن المادة 2 للقانون تنص على أن تأسيس دائرة الأحزاب وربطها بمجلس الفوضية. صراحة الكثير من الآراء تذهب إلى أن هذا الموضوع سوف يدخل في الجدل السياسي، وأن المفوضية المستقلة للانتخابات مبنية على أساس المحاصصة وعلى الحصص الحزبية، فبالتالي الأحزاب السياسية الكبرى سوف تسيطر على وتهيمن على قرارات دائرة الأحزاب. وكان الأجدى والأجدر أن تربط دائرة الأحزاب السلطة القضائية. هذه نقطة. النقطة الأخرى، خمسة ثانية، تمنع تأسيس الحزب أو التنظيم السياسي الذي يقوم على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب. النقطة المؤشرة هنا أن هذه المصطلحات فضفاضة وعائمة، ومن هي التي تحدد أن هذا الخطاب عنصري أو هذا الخطاب طائفي أو هذا الخطاب محرض للإرهاب أو هو يعني قضايا كثير عانت منها العملية السياسية بأنه لا يوجد تحديد لهذا المفهوم ولا تعريف واضح ولا تحديد للجهة التي تحدد هذا الموضوع. النقطة الأخرى، المادة 6 أشارت إلى اعتماد الآليات الديمقراطية باختيار القيادات الحزبية، لكنها لم تحدد نسبة النساء في القيادات الحزبية. احنا عندنا سابقة الدستور حدد 25% الكوتا بالنسبة للتمثيل النسوي في البرلمان. في القانون يراعي التمثيل النسوي، لكن العدد كم؟ شاحن كل الاستاذ قال 2 من 7 أو 10 من 200، لكن هذا يعني يتوائم مع التشريعات السابقة اللي هي تفرض 25%، ويتوائم مع عدد الأصوات اللي راح يكسبها الحزب السياسي في الانتخابات من عدد النساء. هذه نقطة مؤشرة. النقطة الأخرى، اشترطت المادة 9 أولاً في الأعضاء المؤسسين والمادة 10 أولاً في الأعضاء المنتمين أن يكونون عراقيين جنسية، وهنا أشكالية كبرى.